فبالتالي كل الاخبار اللي احنا هنتكلم فيها على مدار الحلقه دي كوم، والخبر اللي انا هبتدي بيه حلقه النهارده ده كوم تاني خالص، ودي اول مره نعملها يعني في البرنامج ان احنا نبتدي بخبر من ضمن الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف وبالتحديد في جريده المصري اليوم، وهو خاص او خبر خاص بتصريح على لسان رئيس نادي الزمالك، واللي بيقول ان الاهلي بيصدر ازمات من الهوى. الخبر اللي انتوا شايفينه على الشاشه ده من المصري اليوم، جريده المصري اليوم، والزميل العزيز كريم ابو حسين اللي كاتب الخبر ده، وبيقول ان الاهلي يصدر ازمات من الهوى، والكلام ده هو واخده على لسان رئيس نادي الزمالك. وفي الحقيقه هي حاجه غريبه جدا او خبر غريب جدا، انا عايز اعلق عليه بصراحه، بس قبل ما اعلق عليه خلينا نروح لمسؤول مهم جدا داخل النادي الاهلي، هو اللي علق لنا في الاول طبعا على هذا الخبر، وهو الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. يا استاذ شريف مساء الفل على حضرتك. نور يا امير، تحياتي ليك ولمشاهديك الكرام وجمهور النادي الاهلي العظيم. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام بخير، وطول ما الاهلي بخير احنا بخير. الحمد لله. الاهلي بيصدر ازمات للكره المصريه بشكل عام من الهوى، خبر طريف شويه او ممكن يكون كوميدي شويه، تعليق حضرتك ايه؟ الحقيقه الموضوع يستدعي طبعا توضيح ورفض لصياغه خبر بهذا الشكل وهكذا الكلام، لانه كما تعلم يا امير وهو النادي الاهلي العظيم يعلم، النادي الاهلي لا يصدر اي ازمات ولا يتدخل فيما لا يؤديه اطلاقا، هذه واحده. اما الثانيه فالخبر تفاصيل، نتكلم عن مباراه الزمالك والمقاولين اللي بيرغب نادي الزمالك في تاجيلها. النادي الاهلي ليس طرفا اطلاقا في موضوع التاجيل، اتحاد الكره هو صاحب الحق والقرار بصفه الجهه المنظمه للبطوله، فيتخذ قرار التاجيل من عدمه يعني النادي الاهلي ليس له اي موقف ولا اي تعليق، وكل ما اثير في وسائل الاعلام رفض النادي الاهلي او وضعه بخصوص ارجاء هذه المباراه هو كلام عاري تماما من الصحه، وموقف الاهلي بيتمثل في التالي الا وهو الدعم لكل الانديه كويس. الشقيقه وخاصه نادي الزمالك في مهمتهم الوطنيه او القوميه في البطوله الافريقيه، لانه الزمالك لما بيلعب باسم مصر طبعا، النادي الاهلي ما بيلعب في دوري ابطال افريقيا باسم مصر، وبالتالي عندما يكون تكون المظله هي مصر فلا حديث عن يعني تحزبات او طوائف او تشجيع. طيب موقف النادي الاهلي ومجلس ادارته قال الكابتن محمود الخطيب واضح، لا علاقه للنادي الاهلي بهذا الامر، بل بالعكس النادي الاهلي يدعم نادي الزمالك في هذه المباراه وفي هذه البطوله، وبنتمنى له كل التوفيق فيها. اما الحديث عن التاج باسم النادي الاهلي وانه بيخترق ازمات او يهوى يعني مشاكل فهذا كلام عاري من الصحه، وموقف الاهلي تدل على هذا الامر. واللافت امير او اللي احب اؤكد عليه انك لن تجد تصريح واحد على لسان مسؤول فعلا او من خلال منظومه النادي الاهلي الاعلاميه بيتكلم عن مباراه الاهلي والمقاول، كلها اجتهادات صحفيه، وبالتالي كان مهم ان احنا نوضح هذا. يعني ما فيش اي تصريح رسمي خرج من النادي الاهلي بخصوص مباراه الزمالك والمقاولين، وان الاهلي ممكن يعترض على تاجيل هذه المباراه، ما فيش اي كلام رسمي خرج خالص من النادي يا استاذ شريف؟ وثني على كلامك واعيد التاكيد، تمام، لم يصدر اي تصريح رسمي من اي مسؤول في النادي الاهلي ولا اي من يعني منصاته الاعلاميه بشان مباراه الزمالك والمقاولين، هذه واحده. الثانيه، الاهلي ليس طرفا في تاجيل المباراه، واذا كان التاجيل يصب في صالح نادي الزمالك فالنادي الاهلي يدعم نادي الزمالك بكل قوه في طريقه نحو الصعود لدوري المجموعات والفوز بهذه البطوله، فهو يلعب باسم مصر. هذا هو موقف النادي الاهلي. تمام. طيب استاذ شريف فؤاد، لازم اسالك في حاله تاجيل مباراه الزمالك مره اخرى لما بعد يوم 20 او لما بعد مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، هل من الوارد ان احنا نشوف موقف من النادي الاهلي في هذا التوقيت، ولا الامور لسه هيبقى فيها مداولات في مجلس اداره النادي الاهلي؟ يعني احنا مش عايزين نسبق الاحداث يا امير، يعني كويس، اصل البعض بيتكهن بالموضوع ده. لا لا، احنا انت عارف النادي الاهلي لا يتربص ولا يعني كويس حلو قوي يدخل في خلافات ولا النادي الاهلي ما عندي بالحفاظ على حقوق مبدا تكافؤ الفرص، وهذا الموقف عبر عنه مجلس الاداره باجتماعه
العظيم والتاريخي اللي خرج في الثمان بنود، وفي النهايه لا يصح الا الصحيح، وثبت للعالم كله وليس لمصر فقط ان النادي الاهلي كان متخذ هذا الموقف، ولم يكن هناك موقف متخذ ضد اي نادي. يعني وقتها قلنا برضو ان احنا لسنا ضد طلب نادي بيراميدز بارجاء مباراته، له الحق في هذا الطلب، احنا مشكلتنا مع اتحاد الكوره لمدير المنظومه 1 2 3. وعلى الرغم من ذلك النادي الاهلي لا بيهوى معارك ولا بيهوى اثاره، النادي الاهلي نادي كبير وهو اكبر مؤسسه في رياضيه في هذا البلد، وعليه ان يساعد منظومه الرياضه. نتمنى نجاح كل البطولات التي نظمها اتحاد الكره، ولكننا نتحدث دايما في اطار من الشفافيه والمصداقيه وتكافؤ الفرص بين كل الانديه المتنافسه. كل التقدير لكل انديه مصر المشاركه في كل البطولات المحليه، وايضا الفرق التي تمثل مصر في البطولات الافريقيه، مش مجرد ان احنا بنتمنى لهم الفوز وتمثيل مصر تمثيل مشرف، لا احنا بنتمنى الحقيقه وبنقول ان احنا داعمين ليهم، ولن يتوانى النادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود خطيب عن تقديم كل سبل المسانده لهذه الانديه التي تمثل مصر في النهايه الوطن الغالي لعالمنا جميعا. استاذ شريف فؤاد، في الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح.